ينكب برا الكاسة. هلا 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 هلا. حبيت أعمل إشي بسيط ومشكل أكتر يعني. ففي عنا ساندويتش سلمون مدخن مع أفوكادو ولبنة. في سموك تشيز ساندويتش. في سلطة جبنة بلدية مع بندورة بصل أحمر وجرجير. فواكه مشكلة عصير أورنج. فكرت بطريقة كتير ذكية. تركيبة الفطور تبعك عظيمة. خلينا ندوق. ساندويتش لذيذ بس أنا حاسس ناقص مويستشر زي الطماطم. ما في أحسن منه قاعد أنت تاخده. فكرة رائعة. ليك ألف عافية شيف طارق. طبق اللي قدمته أنا فخور به. ما عملت ولا شيء فيه صوص ولا حاجة اللي راح تقل المسافر ولا تخليه يحس بالتعب ولا ينعس. أنا متعود نسافر في القطارات. معظم الناس يحبوا يأكلوا حاجة خفيفة. عملت خبز توست وخبز فرنسي وحطيت الماسكاربون الحبش المدخن. حبيت نعمل كلاود شوكولا تحلية وخليت شوية خضار فواكه باش يكون طبق متكامل. والموية والعصير والقهوة. أنا بالنسبة لي ما نحبش نخلي الحاجة اللي تسيل على الطاولة تاعي. نخلي ندوق إذا نشوف إذا الطعمات كويسة. أقدر قص هالساندويتش بهالصحن صغير ما فيه. لأخذها بإيدي أكلها وعليها زيت زيتون رح تشرشر علي. اختيارك للخبز أبدا مش موفق لأنه الخبز كتير ناشف. لو أكلت الطبق وبلاقي الرومي ناشف مش هكمل. عشان كده أنا بطلت. خلينا نشوف شيف باتريك ايش محضر لنا. قلت حق فيهم شو فكره السكب على الطاوله لايف. يا معقول تبهرهم يا معقول تلعب ضدي. الله 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 الله. جايب بالشو حقك. قسمت بكذا طريقه فطور كامل متكامل. فحطيت ثلاث انواع جبنه. كريم تشيز تحت السالمون المدخن. كامامبير رح نحط على وجهه ميبل سيرب. عجيب. وجبنه الفته مع البطيخ لانه ما في يكون لبناني وما اعطيكم فته وبطيخ. رقم ثلاثه في كريم تشيز سالمون مدخن وسكرامبلد اكس. ولانه رجل اعمال ودافع غالي ليقعد هون عشان يقول حاجات لذيذ. ولانه شيف بابي بيقول انه وقت يكون عندكم ستار ايتم حطوا زياده منه لانه ما حدا بيقول نوت انف كافيار. رحت نوعين. يا اثنين يعني اكيد كاستمرز يبقى مبسوطين بس طبعا يو نيفر ميك ماني. خلونا ندوق. سكرامبلد ايجز مع كافيار مع سموك سالمون. انا مبسوط بده لوحده. الجبنه مع البطيخ كومبينيشن رائع. كل حاجه موجوده على الطبق دي هي. شيف باتريك يديك الف عافيه. خلينا نشوف اخر شيف. شيف نجا ايش محضرت لنا. مرحبا شيف. فين عربيتك؟ اعتذر منكم ما قدرت اقدم الوجبه اليوم. بس شيف نجلة كان معك 50 دقيقه. اطول اختبار هذا.